هل عزير نبي أم عبد صالح؟ اختلفوا فيه، عزير اختلفوا فيه، هل هو عالم من علماء بني إسرائيل أو هو نبي، اختلفوا فيه. وهو لما فقدت التوراة في بني إسرائيل بسبب تسلط المجوس عليهم كان يحفظ التوراة، هو الوحيد الذي يحفظ التوراة، هذه ميزته. نعم. أحسن الله إليك. عزير ما هو على يعني عزرة يقولون عزرة يسمونها الآن عزرة، هو عزير. نعم.